على مدار الأيام الماضية اشتعلت خلافات كبيرة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية على قضايا كبرى زي صفقة الرهائن والميزانية وغيرها من القضايا، ووصل الأمر لتبادل أعضاء مجلس الوزراء الشتائم داخل الاجتماع، وخرج بعضهم من القاعة في حالة من الغضب، وده بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فالخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بتهدد نجاح العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. أما عن طبيعة الخلافات داخل مجلس الحرب فبتركز على هوية الجهة اللي هتحكم القطاع بعد انتهاء الحرب، وهل تتفاوض إسرائيل على صفقة رهائن جديدة وإنهاء الصراع في الوقت الحالي ولا لأ؟ وفي ظل الضغط الأمريكي المتزايد على إسرائيل والانتقادات العالمية المتزايدة وتحدث بعض التقارير الإعلامية الغربية عن ملل الرئيس الأمريكي من أداء نتنياهو وغليان الشارع الإسرائيلي، هل تستطيع إسرائيل برأيك إكمال الحرب وتحقيق أهدافها؟